في قلب الخاصرة الشمالية للعاصمة نواكشوط يتربع الحي الشعبي الواقع قبالة مستشفى العيون بالعاصمة في حائط تعود ملكيته إلى خصوصيين وطنيين. وفي إطار جهود الدولة الرامية إلى القضاء نهائيا على أحياء الصفيح بالعاصمة واستكمالا لبرنامجها الذي بدأته منذ سنوات في كبريات المدن، جاء الدور اليوم على هذا الحي الذي يمثل أحد جيوب الصفيح، التي نظرا لطابعها الخاص ووقوعها في مجال ترابي مملوك أخذت إجراءات تسويتها وإعادة هيكلتها بعض الوقت. هذه عملية ترحيل مجموعة من المواطنين من ذا المكان اللي كانوا يسكنوه بصورة غير شرعية، ولا يتم انتقالهم إلى أماكن ممنوحة لهم من طرف الدولة، والعملية تسير على قدم وساق وواصل من حيث الأعداد. فات انتقلت من هون 134 أسرة، والوسائل النقل هم اللي وسائل مجزأة، بحيث أن وسائل نقل شاحنات تنقل الأفراد مع الأمتعة الخفيفة، وفهم شاحنات تنقل الأكواخ وذيك الأمتعة اللي ثقيلة شوي. العملية بالنسبة للمقاطعة بدأت اليوم على الصباح، الهدف منها هو ترحيل 429 أسرة من الأقصر من مكان خصوصي كانوا مستغلينه بصفة غير شرعية. هم قرار سامي على أساسه قرروا أنهم يستفادوا من نمرات في الترحيل، هم في القطاع 20 خاصة اللي هو القطاع كما قلت مسبقا مؤهول وفي كافة الأشياء ضرورية للحياة من لازم فرص كثير. 429 حتى الآن فتنا قمنا بتسليم 35 أسرة، تسليم لها قطاعها الأرضية. هاي 429 القطاع اللي لا يسلم لها لا يستفاد منها، قطاع شاغرة بسرعة عامة الحمد لله ولا فيها أي مشكلة. وقد شكل هذا الحدث مبعث ارتياح واسع لدى المستفيدين من سكان الحي الذين رأوا فيه التجسيد العملي لاهتمام الدولة بالمواطنين وحرصها على جعلهم في الظروف المواتية. شاكرين دولتنا وزين عندنا عدلون، كنا قطعنا ندور لا قطع أرضية. كنا من زمن تقريبا قريب من 11 سنة ولا 13 سنة في نقر ساكنين في الكسر، سكان الكسر، ولا قطعنا جبرنا طوبة يسوى هي شنو من عند حد يسوى هو منه. أول ترحيلة في الكسر نرحلوها هاي الترحيل، ورانا شاكرين الدولة وشاكرين كاملين عليه عدلون. زين حتى ما شاء الله جزاكم الله بخير، دور لا قصر طلاب نسكنوه ورينا جزاكم الله بخير. وقد جاء ترحيل هذا الحي ثمرة لاتفاق بين ملاك الأرض الخصوصيين وسكان الحي بإشراف من السلطات الإدارية التي رعت هذا الاتفاق وسهرت على تطبيقه. عدنا معهم اتفاقية وكانوا ماشيين يوم 20 ما عندهم مشكلة، قاعد بدون تراب، وعقب فخامة رئيس الجمهورية أعطاهم التراب، ويومهم إذا قالوا عنهم يختاروا يفطروا هون، وقلنا لهم قبلنا لهم عدلنا لهم اتفاقية عنهم يهناوي لين 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 ورا يوم الفطر بخمسة أيام ولا عشرة أيام، وذي مسانية مع الحاكم منين جبرة التراب، قالوا عنهم يختاروا يمشوا، ولا كان حد مشيهم سابق نهاية رمضان. هذا هو موقع ويعرفوا كاملين وموقعين عليه. هكذا إذن ظل مسار تسوية وضعية هذا الحي الشعبي يسير وفق التسلسل المنطقي للأمور، وكان الانطباع العام لدى الجميع هو الرضا بفحوى قرار التسوية، خاصة سكان الحي الذين وجدوا أنفسهم ملاكا لقطع أرضية بعد رحلة التيه الطويلة في احتلال الفضاءات الخصوصية وانعدام اليقين بالحصول على بديل لها في إطار شرعي وقانوني موضوعي. ومع بدء سريان قرار ترحيل الحي إلى الوجهات العقارية الجديدة في مقاطعة توجنين، بوغت رجال الأمن الذين جاءوا أصلا للتنظيم والإشراف على ضبط العملية بموجة عدوانية عارمة انهالت عليهم وعلى سياراتهم بالحرق والتكسير، هذا فضلا عن الأضرار البشرية المتنوعة. احنا كنا ممشين الساعة 7:30 لمستوى طب العينين مقابل للأرض اللي وقع عليها الصلح واللي شارف عليه السلطات الإدارية في تنفيذ تحويل لبعض المواطنين الموريتانيين من ذيك المنطقة إلى منطقة توجنين
العمود 20، ومشينا معنا ماشيين في قضية حفظ النظام، ماشيين مع المواطنين نأهلهم شورى مسكن جديد، ومازلنا نجو واجهتنا مجموعة مسلحة بأنواع الحديد وأنواع الحجار وأنواع السيوف والسكاكين، ونحن مهمتنا ما كانت هي مهمة حفظ النظام، كانت تحويل هذا الناس من المنطقة إلى منطقة أخرى بينها عندها أهل ساكنين أصليين، ونواجهنا حاولنا قدر المستطاع ووفقنا بإذن الله إن معنا نتفادى جميع ذيك القوة المفرطة اللي يلا نعدلوا معهم، ومهمة حفظ النظام نجحت وقرار الدولة ما اللي نجح إن الناس تحول، وتعرضنا لياسر من الإصابات اللي بليقة على مستوى الحمد لله الرأس، على مستوى اليدين، على مستوى الرجلين والظهر، وفينا بعض الأفراد أصيبوا بإصابات بليقة. احنا كنا في مهمة أمنية ماشيين ننفذ قرار بتحويل بعض الأسر إلى توجونين، أعطيتهم لهي الدولة نمروات، ولكن جيناهم احنا في طريقة أمنية على أننا نأمنهم نوصلهم للبلاد اللي أعطيتهم الدولة، يعني جيناهم وتفاجأنا بموقف ما كنا نتوقعه، بدأ رافدان للأحجار، رافدان للسكاكين، رافدان للماس والحديد بعض هذا يزرقون به، ولكن بعد حافظنا على مجرى الامور، مهمتنا احنا جايين مكلفتنا بها الدوله، ما كنا جايين في حفظ النظام، كنا جايين اننا نحكم نجومهم ونحولهم شر بيد اللي اعطيتهم الدوله، غير ما تلقاونا بالحجار وبالسيوف وكان قاع مده جايه مهنا مستعده لانها تبيد القوه الجايه والله الامن الجاي، الشيء احنا ما كنا نتوقعه، ولكن بعد الحمد لله حافظنا على مهمة الماشين عدلوا. أنا إصابتي كانت في عظام هون دقدق والشق في أمي من هون، وعدلت له عملية والحمد لله لقد دقدق من هون مخبوطة بحجرة من حجارة هذا دقدقت فيه عظام، الحمد لله بعد اللي وراني شاكر الدولة على رفع عدلتي، وجبرت رفع بعد الحمد لله رعاية ذكية العدل اللي رفع الشور البقر، وصبت إصابة تينا بليقة. وهنا تتأكد مرة أخرى مهنية وحرفية قوات أمننا التي كان كل همها هو إنفاذ قرار الدولة وتكبد كل المشاق في سبيله والحرص مع ذلك على أمن وسلامة المواطنين. السؤال المطروح هنا ترى كيف انقلبت الأمور رأسا على عقب، وكيف تحولت مشاعر الاعتزاز بالتوصل إلى اتفاق ينهي محنة سنوات طويلة من التسكع بين الحيطان إلى نقمة عارمة هذه تجلياتها، أم ثمة جهات خارجية اقتحمت المشهد العام لتحدث هذه البلبلة؟ كنت قد قلت في كلمة أدريت بها لتلفزة الموريتانية أن ما حدث يوم الأربعاء الماضي عندما كانت بعثة برئاسة حاكم مقاطعة الإكسر وتتألف من موظفين آخرين وفنيين، أن ما حدث إذن من فوضى ومن عرقلة تم بتهيئة وتحضير تامين من طرف جماعة تنتمي إلى حركات سياسية معروفة متطرفة، ونسقت له وهيأت له تحاول بذلك أن تحول دون تنفيذ مشروع اتفق عليه طرفان هما الأسر التي تسكن في القطعة الأرضية وملاك هذه القطعة الأرضية، والذي حاولت الإدارة وخصصت إمكانيات
مهمة لتنفيذه لصالح الطرفين. حاولت إذن جماعة تتألف من أشخاص معروفين الحيل لدون تنفيذ ذلك العمل البناء، والحمد لله تم التغلب على ذلك. وعندي لائحة الأشخاص اللي كانوا يقودوا هؤلاء الجماعات واللي انضبطوا ميدانيا واللي معرفة لدى الجميع وانتماءاتهم معروف. نذكر منهم جوب مادو تيجان وموسى والبلال والبرام وعبد الله والمعطلة الملقب فيه وجمال والصنبة وبالا تراوري. هذو كانوا في مقدمة الجماعات اللي ثارت الشقة والله حاول تثيروا واللي همها تعترض العملية اللي الحمد لله جارية ضرك في ظروف جيدة. هنا يجدر التذكير بأن مثل هذه الأحداث لا يخدم بحال من الأحوال الأمن العام ووحدة وتماسك البلد الذي يشكل الحفاظ عليه أحد أوكد وأهم الأولويات. سكان هاي الحيط ما فيهم مشكلة ولا يقدروا عرض الدولة ولا مكلين أي مشكلة. يا غير للأسف الشديد جاتنا هيئات أخرى ما نعرف من أين جاءت، تقول سياسية وتقول غير بعد ما نسائين فيها ولا دايرينها، وهم هم اللي جرقونا في هاي المأزق اللي ما كنا نفكروا فيه، ما كنا همنا نتضايقهم، هذول بيننا ما نتضايقهم، هؤلاء عندنا له السلطة. هم اللي سرقونا في المأزق وطالب من فخامة الرئيس محمد بن عبد العزيز بأنه يعرف هاي الناس المكرودة هون من هاي الناس الساكنة هون بعد ما عندها ذنب، هاي اللي عدلته هيئات أخرى جاية ما نعرف من أين جاية ولا تمثلنا وبريئين منها ولا أخبرنا منها شيء. ما نعرفوهم، ما هو من بشر نحن. والضيقة ما خلقت في بشر نحن، واليوم طالبين من عند محمد عبد العزيز وطالبين من عند الدولة كاملة ومجدينه ومرحبين به، لأنه هذا العدل لنا ما وش اللي قد يخلص وزين حتى وصالح عندك. من المستفيد إذن من هذه الخسائر الفادحة التي ألحقت بوسائل عمل قوات الأمن وعناصر الأمن المرابطين على الثغور لحماية أمن المواطن وممتلكاته؟ وهل تعني حرية التعبير وحرية التظاهر والاحتجاج الدوس على مقدسات ورموز الدولة التي يجب أن تظل خطوطا حمراء لا ينبغي لأي كان يؤمن بالوطن والوطنية أن ينتهكها؟ هذا إذا كنا بالفعل نسعى لبناء بلد آمن يسود فيه الوئام والانسجام. وإلى ولاية تير الزمور، حيث انطلقت حملة واسعة لتشجير الولاية ب8000 شجيرة من نوعية المورينغا ذات القيمة الغذائية. وفي مدينة زوارات عاصمة الولاية سيتم غرس زيادة من 4000 شجيرة في إطار هذه الحملة. ولي تير الزمور يسلم السيدي وهو يغرس شجرة من المورينغا إذن بانطلاق حملة تشجير واسعة لولاية تير الزمور في إطار تنفيذ مشروع الأمن الغذائي للولاية سالتيز الممول من التعاون الإيطالي والذي يتم تنفيذه من طرف منظمة أفريكا سوسانديس لصالح سكان الولاية. حملة التشجير هذه الأوسع في تاريخ الولاية تستهدف إلى جانب مكافحة التصحر في ولاية تير الزمور إدخال أوراق المورينغا في التركيبة الغذائية لسكان الولاية لما تتمتع به من ثراء في خصائصها الغذائية وإسهامها الفعال في التوازن الغذائي. يعطي مثلا دلالة على قيمة النبات وقيمة الأشجار وقيمة البيئة وقيمة الخضرة في الحياة. وهذه مدينة صحراوية، ونختار نقول لكم هذا النبات اللي جاكم أنه مقاوم للتصحر مقاوم للجفاف وفي قدر من المميزات، يتميز بعد أنه عنده ياسر من الاستخدامات الغذائية اللي موجودة في النشرة باللغة العربية والفرنسية، وعنده يدخل أيضا في تكوين ياسر من الأدوية وعنده ياسر من الاستخدام الطبي. رئيسة مشروع الأمن الغذائي في ولاية تير الزمور السيدة عائشة تراوري قالت إن اختيار غرس شجرة المورينغا في هذه الحملة يأتي لما تشكله من قيمة غذائية وتحقيق التوازن الغذائي المطلوب، واستطردت نماذج من الوجبات التي يمكن أن تدخل أوراق الشجرة في تركيبتها، مبرزة أهم تدخلات مشروع الأمن الغذائي لصالح سكان الولاية. هذا ويرافق هذه الحملة التي ستختتم في منتصف شهر يوليو القادم
والتي سيتم فيها غرس 8000 شجرة على عموم الولاية، حملة تحسيسية لشرح تقنيات زراعة شجرة المورينغا ومتابعة نموها وكيفية استغلالها لاحقا في إعداد الوجبات الغذائية من أجل ضمان التوازن الغذائي اللازم.